توجه الرسالة للحكومة أن تتريث في اتخاذ قراراتها وأن تشرك في ذلك جميع النقابات بدون استثناء وأن تتعامل على قدم وساق جميع المركزيات النقابية وأن تعجل في تنفيذ المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة وأن تعمل على الحد من خنق القدرة الشرائية للمواطنين وشكرا. نعم، ما تعليقكم عن تعثر الحوار الاجتماعي؟ تعثر الحوار الاجتماعي لان ما كاينش نتائج ملموسه من المطالب ديال الطبقه الشغيله، ما كاينش نتائج مقترحات لا تلبي طلبات. نعم، ما هي انتظاراتكم من هذا اليوم؟ انتظاراتنا بان اعتقد جميع المركزيات النقابيه سوف تجدد مطالبها المشروعه. شكرا.